منذ أسبوع والضبابية تخيم على أخبار منطقة الزوب في القريشية بمحافظة البيضاء، وفي الساعات الأخيرة تضاربت الروايات مجددا حول من يسيطر على المنطقة. مصادر محلية أكدت سيطرة المقاومة على منطقة العوارض القريبة من جبل جميدة الذي تتمركز فيه الميليشيا وتطلق منه مدفعيتها وقناصاتها على القرى المحاذية، لكن مصادر محلية أخرى قالت إن الميليشيا ما زالت تفرض حصارا مطبقا على الزوب، فيما تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات المقاومة المسنودة بطيران التحالف. تعد الزوب إحدى قرى قيفة رداع وجرح البيضاء النازف منذ أشهر طويلة بعد أن تعرضت لحرب إبادة من قبل الميليشيا وهجمات مكثفة استهدفت الكبار والصغار. كان آخرها قتل رجل مسن داخل منزله يدعى الحاج عباد الزوبة بسبب رفضه السماح لمقاتلي الميليشيا بالتمركز على سطح منزله، وقبله استشهد طفل يدعى دحان الزوبة برصاص القناصة المتمركزين حول القرية وجرح طفلان آخران. تكمن أهمية الزوب في كونها قريبة جدا من مركز مديرية القريشية التي تمثل إلى جانب مديرية ولد ربيع موطنا لقبائل قيفة إحدى أهم القبائل في رداع. هجمات أخرى تشنها الميليشيا على مديرية دي ناعم وآل حميقان ومديرية الزاهر بالتزامن مع ضربات التحالف، ويبدو أن الميليشيا تلجأ لأسلوب الكر والفر مع قوات المقاومة وعدم فرض السيطرة على المناطق لفترة طويلة لتتجنب ضربات التحالف الجوية التي أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا ومخازن الأسلحة خلال الأسابيع والأشهر الماضية.